Welcome to channel. My car. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما شفتوا معنا في العنوان اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على بيجو 208. بدا الانتاج ديالها كجيل الاول سنه 2012 باش تجي بلاصه بيجو 207 معروفه. تم انتاج هذا الجيل منذ سنه 2012 الى سنه 2019. تبعت منا اكثر من 2,750,000 نسخه. تم تجميعها بمعامل فرنسا، ماليزيا، سلوفاكيا، البرازيل والجزائر. تم تعزيزها بمحرك بنزين واخر ديازل، ايضا بناقل حركه يدوي من 5 سرعات واخر من 6 سرعات. تم توقيف تصنيع هذه السياره رسميا سنه 2019. بالموازاه كيتم عرض ايقونه بيجو بدون منازع سنه 2019. بناء هذه السياره على قاعده عجلات MP1 اللي تم استعمالها في عده سيارات من بينها بيجو 2008 الجيل الثاني، اوبيل كورسا، واوبيل موكا بي. تجميع هذه السياره كيتم بعده دول بسلوفاكيا، المغرب والأرجنتين. متواجدة بثلاثة الفئات: فئة من البنزين بمحرك 1.2 لتر جي تي، فئة من الديازل بمحرك 1.6 لتر اتش دي اي، وبنسخة خاصة بمحرك ديازل 1.5 لتر بلو اتش دي اي مدعوم بسائل الاد بلو. نبداو بأول سيارة واللي هي بيجو 208 اكسس اسونس. نهضروا اولا على المحرك. هو محرك 1.2 لتر جي تي بنزين من طبيعه الحال، ثلاثه الاسطوانات، قوه الجبائيه 7 احصنه، القوه الحقيقيه 75 حصان، بعزم دوران 111 نيوتن متر، ناقل حركه بخمس سرعات، السرعه القصوى 170 كيلومتر في الساعه، وسعه خزان الوقود 50 لتر، سعه صندوق السياره 265 لتر. نمر حاليا لخصائص السيارة. بحكم انها لونتخي دكام فضروري يكون فيها خصائص قلال. كتمتاز بجوج الوسائد الهوائية لابيس لافي والاسبي، المساعدة على صعود المرتفعات، منظم السرعة، مكيف هواء يدوي. هنا كنلاحظوا ان البيجو مبقاتش عندها لاكليماتيزاسيون اوبسيونال، دونك ولات من لونتخي دكام فيها لاكليماتيزاسيون. مثبت السرعة، مقعد السائق قابل للتعديل، نوافذ كهربائية، مرايا كهربائية، عجلات 15 بوصة، أضواء أمامية بتقنية عالية، شاشة لامسة ب5 بوصة من الفئة العادية من طبيعة الحال، منفذ USB وتقنية البلوتوث. نمر حاليا لثمن السيارة. ففي الأيام العادية كتباع ب 139,000 درهم، حاليا عليها عرض بناقص 13,000 درهم، بإضافة تبن ملف ترقيم السيارة اللي تحدث في 4855 درهم، وبثمن السباغ اللامعة ب 3,000 درهم. كيرجع الثمن النهائي هو 134,755 درهم. هذا هو الثمن الأخير اللي مغاديش تزيد من بعده شي حاجة أخرى. متوفرة أيضا عن طريق السلف بالتسبيق ديال 24,000 درهم و 980 لمدة ديال 48 شهر، غتجينا بقسط شهري ديال 2,427 درهم. متوفرة أيضا عن طريق السلف بدون تسبيق، غتجينا بقسط شهري ديال 1,923 درهم بمدة ديال 84 شهر. نمر حاليا لفئة ديازل. نبداو بأول فئة واللي هي بيجو 208 اكسس ديازل، مدعومة بمحرك ديازل 1.6 لتر اتش دي، القوة الجبائية 6 احصنة، القوة الحقيقية 92 دلخيل، عزم دوران 230 نيوتن متر، ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، معدل استهلاك الوقود داخل المدينة 3.8 لتر، معدل استهلاك الوقود خارج المدينة هو 3 لتر، ومعدل استهلاك مختلط هو 3.3 لتر. سرعة قصوى كتوصل حتى 185 كيلومتر في الساعة. تسارع السيارة من 0 ل 100 بمدة ديال 10.9 ثواني. سعة خزان الوقود 50 لتر، وسعة صندوق السيارة 265 لتر. نمر حاليا لخصائص السيارة. فكتمتع بجوج الوسائد الهوائية لابيس لافي USB، المساعدة على صعود المرتفعات، منظم السرعة، مكيف هواء يدوي، مثبت السرعة، مقعد السائق قابل للتعديل، نوافذ كهربائية، مرايا كهربائية، عجلات 15 بوصة، أضواء أمامية بتقنية عالية، شاشة لامسة من 5 بوصات من الفئة العادية بطبيعة الحال،
منفذ يو اس بي وتقنيه البلوتوث. الثمن في الايام العاديه هو 164,900 درهم، حاليا عليه عرض تخفيض بناقص 20,000 درهم مع زياده مصاريف لوحه تقييم السياره اللي تحدد في 4,605 درهم وثمن الصباغه اللامعه اللي تحدد في 3,000 درهم، فالثمن النهائي كيبقى هو 152,505 درهم. هذا كيتعتبر كثمن نهائي اللي ما غاديش تزيد من بعده شي حاجه اخرى. متوفره ايضا عن طريق السلف بتسبيق ديال 28,780 بمده ديال 48 شهر، غتجينا بقسط شهري ديال 2,215 درهم. كما ان متوفره ايضا بسلف بدون تسبيق، غادي تجينا ب 2,215 درهم لمده ديال 84 شهر. نمر حاليا للفئه اللي من بعد هذه ديازل، من طبيعه الحال فهي كتمتاز بنفس المحرك اللي ذكرنا من قبل ديال 1.6، لا داعي باش نعاودو نهضروا عليه باش ما يجيش الفيديو طويل. اذا نكملوا، الخصائص ديال السياره هي بيجودو سويت اكتيف، زياده على هذه الخصائص اللي ذكرنا من قبل في السياره اللي من قبل في الاكسس، فهي كتمتاز ايضا بمنبه نقصان الهواء داخل الاطارات، كتمتاز ايضا بالمساعده على الركن الخلفي، تشغيل السياره بدون مفتاح، عجله 16 بوصه، شاشه لامسه ب 7 بوصه. حاليا نمر لثمن السياره واللي هو في الايام العاديه ب 178,900، حاليا عليها تخفيض ديال ناقص 21,000 درهم، باضافه ثمن لوحه ترقيم السياره ب 4,605 درهم وثمن الصباغه اللامعه ب 3,000 درهم، غير الثمن النهائي هو 165,505. هذا هو الثمن النهائي اللي ما غاديش تزيد من بعدو شي حاجه اخرى، مع امكانيات اقتناء هذه السياره عن طريق السلف بتسبيق ديال 30,980 المده ديال 48 شهر، غتجي بقسط شهري ديال 3,100 درهم. كما انها ايضا متوفره بسلف بدون تسبيق، غادي تجينا ب 2,385 درهم المده ديال 84 شهر. نمر حاليا للفئه الثالثه في الديازل واللي هي بيجو 208 الور، فبالاضافه لهذه الخصائص اللي ذكرنا في الاكتيف وفي الاكسس، هذه كتمتع بخصائص اخرى واللي من بينها 4 وسائد هوائيه، مكيف هواء تلقائي اي اوتوماتيك، فتح السياره بدون مفتاح، مسند الذراع، الاضاءه التلقائيه للاضواء الاماميه، مستشعر المطار، كاميرا الرجوع الى الخلف، عجلات من الالومنيوم 16 بوصه، نوافذ خلفيه وجانبيه داكنه اللون، مصابيح خلفيه ليد، شحن الهاتف لاسلكي. نمرو حاليا لثمن السيارة، في الأيام العادية كانت كتباع ب 200,000 درهم و 2,900، حاليا عليها تخفيض بناقص 23,000 درهم، مع زيادة ثمن لوحة ترقيم السيارة ب 4,605 درهم، وزيادة ثمن الصباغة اللامعة ب 3,000 درهم، كيرجع الثمن النهائي هو 181,000 درهم و 505. متوفرة أيضا تسبيق ديال 35,000 درهم و 180 بمدة ديال 48 شهر، كتجينا بقسط شهري ديال 3,419، مع إمكانية اقتناء السيارة عن طريق سلف بدون تسبيق، غادي تجينا في مدة ديال 84 شهر بقسط شهري ديال 2,708 درهم. نمر حاليا للنسخة الأخيرة واللي هي كتعتبر نسخة خاصة، لانها مدعومه بمحرك خاص. المحرك اللي في هذه السياره هو 1.5 لتر بلو اتش دي. هذا البلو اتش دي فهو كيدعم سائل الاد بلو. الى بغيتوا تعرفوا اكثر على هذا السائل الاد بلو، غنخلي لكم اللين ديال الفيديو في صندوق الوصف باش تعرفوا على التقنيه اكثر. فهو كيف ما قلنا محرك 1.5 لتر كيدعم سائل الاد بلو. القوه الجبائيه هو 6 الاحصنه، القوه الحقيقيه هو 130 حصان، عزم دوران ديال 300 نيوتن متر، ناقل حركه اوتوماتيكي بثمان سرعات، معدل استهلاك داخل المدينة ب 4%، معدل استهلاك خارج المدينة ب 3.2%، ومعدل استهلاك مختلط ب 3.5. سرعة قصوى ديال هاد السيارة كتوصل حتى 189 كم/ساعة، تسارع السيارة من 0 ل 100 كتقطع في 8.1 ثواني، سعة خزان الوقود 50 لتر، وسعة صندوق السيارة 265 لتر. هاد السيارة كتمتع بجميع الخصائص اللي ذكرنا في السيارات اللي من قبل، مع إضافة بعض الخصائص واللي هما الكوكبيت، 6 وسائد هوائية، ومكيف هواء يدوي،
الثمن ديال السيارة في الأيام العادية 204900 درهم، حاليا على تخفيض ديال ناقص 17000 درهم، بزيادة ثمن اللوحة ترقيم السيارة اللي تحدث في 4605 درهم، مع زيادة ثمن الصبغة اللامعة في 3000 درهم، كيرجع الثمن الحقيقي هو 195000 درهم و505. مع إمكانية اقتناء السيارة عن طريق السلف، بدا في التسويق ديال 36000 درهم و680، غتجينا بمدة ديال 48 شهر بقسط شهري ديال 3593 درهم. مع إمكانية أيضا اقتناء السيارة عن طريق السلف بدون تسويق، غتجينا في مدة ديال 84 شهر ب 2847 درهم. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. للذكر فقط، فهاد الأثمنة اللي ذكرنا فهي حقيقية مصرحة من طرف الشركة، بالنسبة للمحاكاة ديال السلف فهي من طرف شركة أمنية بنك، وهي بنك تشاركي في المغرب. غنخلي لكم مول سيارتك الجديدة لاستخدامك الشخصي أو المهني بأحدى صيغ التمويل التي يقدمها أمنية بنك والمطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى. تمر عملية التمويل بالمراحل التالية: أنت تختار السيارة لدى تاجر في المغرب، تقدم طلب التمويل لوكالة أمنية بنك، أمنية بنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها، أمنية بنك يبيع لك السيارة بسعر الشراء يضاف إليه هامش الربح في حالة عقد المرابحة، أو يؤجرها لك مع نقل الملكية في نهاية العقد في حالة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. تستلم السيارة وتسدد الأقساط في المواعيد المحددة. يمكنك الاستفادة من عدة مزايا في إطار تمويل المرابحة الذي يمنحه أمنية بنك لشراء السيارات. العقد مطابق لآراء المجلس العلمي الأعلى. قد يبلغ التمويل نسبة 100% من سعر التكلفة. قد تصل مدة تسديد إلى 7 سنوات. في حالة الحصول على تخفيض بعد التفاوض مع الوكيل، ستستفيد منه تلقائياً. في جميع مراحل عملية الاقتناء، سيقوم مسؤول العلاقات مع العملاء بدور المنسق، ويرافقك منذ مرحلة اختيار السيارة إلى تسليمها. ندعوك للتوجه إلى وكالتنا الجديدة. سيستقبلك فريق مستعد لخدمتك يؤمن بالقيم التي تجمعنا. حتى لهنا كنكون وصلنا نهاية ديال الفيديو، كنتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك بيصلكم دائما الجديد، وتضغطوا على زر لايك لمزيد من التحفيز، وتخليوا لنا شي تعليق، وإلى اللقاء.